الرحيم. يلا. وهكذا. وهكذا بدأ اللابتوب في العمل في منزلنا السعيد الهادئ الهانئ السعيد الفظيع. أشكركم لا داعي للتصفيق يا جماعة، لا داعي للتصفيق. أهم حاجة برضو أنا مش هقدر أنسى مجهودكم ومساهمتكم في أن أنتوا تخلوني أجيب لكم اللابتوب ده صراحة يعني. وإن نسيت يا حبيبي، إحنا هنفكرك أن إحنا دافعين في دم قلبنا. ومش معنى أن أنت اشتريت الجهاز ده يديك الحق المطلق في الاستحواذ عليه. يا أخوانا أنا فاكر يا جماعة، بس ما تنسوش أنتوا كمان أن أنتوا لسه مسقفين لي ومصغرتين لي ومصفرين لي وعاملين لي كل حاجة حلوة يعني. يا حبيبي ما تزعلش، ده أنت الخير والبركة، كفاية أنك أنت جبت لنا اللاب هوب. هوب؟ جايب لكم تمارين الصباح ولا يا ماما؟ يا عادل أنا عندي مقترح، وأرجو يعني أن أنت تاخده بصدر رحباني. رحباني ده إيه؟ على أساس هتقول اقتراح في لبنان ولا إيه؟ بصدر عموما أنا يعني كان صدري تعبان شوية يعني، بس مش إشكال. أسمعك، اتفضل يا حماتي. يعني مش من الإتيكيت أن اللابتوب ده يفضل هنا في الصالة قدام اللي داخل واللي خارج، الضيوف يعني، فعلشان كده ياريتوا أن أخده أنا ويفضل في أوضتي، وياريت تاخد ده بصدر رحباني بقى. إتيكيت يا أمو إتيكيت، تعرفي إيه أنت عن الإتيكيت؟ بتاع ايه اللي يبقى في اوضتك؟ طبعا ده هيبقى في اوضتي انا. ايه ده؟ شات اب يو ستوبيد، يو ار بس. وبعدين سكو جايب لغايه البازار، يا فرحه زفت طين رمزي فيا. على فكره بقى يا جماعه، مامي بتتكلم صح، لان انا اكتر واحده فيكم محتاجه الجهاز ده بحكم دراستي. بس انتي وهي، ايه العك اللي بتعكوه ده؟ اصلا اللابتوب ده هيفضل في اوضتي انا وعادل، عشان بيبي عنده شغل. شغل ايه يا امو؟ شغل انت رخره. عادل مين؟ انت فاكر اللي قاعد جنبك ده ايه؟ رجل اعمال. عيب يا سناء، ما تقوليش على اخوكي كده، اخوكي مش بتاع اعمال. عاجبك كده؟ لو قالت لك اعمال افتكرت ان انا دجال. بص بقى يا عادل، لو سمحت من الاخر كده، لازم تلاقي لنا حل منطقي لوجود الجهاز ده في البيت. ها خلاص يا جماعه، الحل عندي الحمد لله، وان شاء الله الحل هيعجبكم، او اكيد يعني باذن الله هيعجبكم. الحل عباره عن ان الجهاز ده مش بتاعي ولا بتاع رانيا ولا بتاع اي حد فيه، كل واحد، ولكن الجهاز ده بتاعنا كلنا يا اخوانا. أيوة. كل واحده فيكم ليها ساعتين على الجهاز، تاخد بقى الجهاز معاها في اوضتها، في الصاله، في المطبخ، تحت السلم، هي حره. المهم بعد ما تخلص شغلها لمده ساعتين في اليوم هترجعه تاني مكانه. ايه رايكم؟ موقع يجنن. مفيش دم، مفيش احساس، كل حاجة انعدمت من عندك من جوه، وقت خلص بقاله ربع ساعة ومع كده متبتة في اللابتوب. طب معلش يا سناء، ممكن بس تديني ربع ساعة كمان لحد ما ابعت بياناتي؟ ولا ربع دقيقة. وبعدين بيانات ايه اللي انت تبعتيها يا موكوسه؟ روحي خلصي دراستك الاول يا فاشله، وبعدين دوري على وظيفه. وظيفه ايه اللي بتتكلمي عنها؟ مين ضحك عليكي وقالك ان انا ببعت بياناتي عشان الوظيفه؟ انا ببعت بياناتي يا حبيبتي لموقع جواز، موقع اسمه عش الزوجيه. عش الزوجيه؟ عش الزوجيه؟ طب فهميني بسرعه 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 بسرعه. ايه ده؟ يعني انا ببعت مواصفاتي وبياناتي ومواصفات فارس احلامي، يروح الموقع يرد عليا ويجيب لي العريس المناسب ليا. انت شايفه يعني الطريقه دي اسلم طريقه لجر رجل العرسان؟ طبعا دي احدث طريقه عصريه للجواز، ونتائجها مضمونه 100%. تحبي بقى ابعت لك بياناتك؟ طبعا ابعتي. لو هي يعني طريقه عصريه وحديثه ومحترمه محترمه، طبعا ابعتي بياناتي. ولعلمك انا لو قلت يا جواز، السما دي هتمطر كده عرسان، بس فين النفس؟ بس انا بقى يا سوسو ليه شرط صغنن قد كده اهو، هتسيبي لي الساعتين بتوعك اللي كنت هتقعدي على الجهاز بس كده؟ لعلمك انا ماليش في اللابتوب ولا بفهم فيه ولا لازمني اساسا، خديه بس. يلا ابعتي بياناتي، ابعتي بياناتي. حاضر بس خليني بياناتك بقى يا عروسه. هادئة، رقيقة، رومانسية، جميلة. ايه؟ اكتبي يا نوجة، اكتبي وانت ساكتة، دي لحظة صدق مع النفس ما بتجيش كتير. ممشوقة القوام، عصافير الطباع، ترغب في الزواج من رجل يقدس الحياة الزوجية. ليكي طلبات تانية في مواصفات فارس أحلامك يا هادئة الطباع؟ لا كده كفاية، عشان ما نتقلش على الناس ونصعبها عليهم كده. رضا يا نجلاء.
اتفضلي يا ست نجلاء، الشاي لزوم التركيز معلقه واحده سكر بالنعناع على ميه بارده. اتفضلي. ميرسي حبيبي. شعرك كده يجنن يا حبيبتي. ها لسه ما ردوش؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، دي كلها مساله وقت، الصبر حلو. اللي صبرنا سنين يصبرنا ساعات ودقايق. الصبر ما يضرش برضو يا نوجه. ايه ده، انا بحلم ولا ايه؟ سناء اختي بتعمل شاي لنجلاء وبتقول لها يا نوجه. صباح الخير. ايه ده، ايه اللي بيحصل ده سناء؟ ايه اللي لم الشامي على الكايزر؟ لا شامي ولا كايزر. بقول لك ايه، انا ونوجه طول عمرنا اصحاب وحبايب، صح؟ طبعا. ايوه انا مش فاهم يعني. والله لو اعرف ان اللابتوب ده يعني هيعمل كده ويخلي البيت في سعاده ووئام كنت جبته من زمان. الرد وصل يا سناء، افرحي يا عروسه. الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل. انا كنت عارفه، انا كنت عارفه من زمان ان انا مواصفاتي لا تقاوم. مواصفات ايه ولا تقاوم وردي؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه، انتوا مهنجين على الصبح ولا ايه؟ افهمك، انا بعت بيانات سناء على موقع جواز، راح الموقع بعت لنا العريس المناسب لسناء. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه؟ عريس من على الانترنت انتوا بتستهبلوا؟ ده مش كلامنا يا عادل، ده كلام موقع عش الزوجيه. موقع عش الزوجيه؟ ده ايه الموقع العجيب ده؟ ده شغال بمبدا يعني يا بخت من وفق ايميلين في الحلال. برافو عليك، انت كده فهمت. فهمت ايه؟ انتوا اللي مش فاهمين. مش معنى ان انا جبت لكم لابتوب ان انتوا تستعملوه الاستعمال الاهبل ده، مش اي مواقع تخش عليها وخلاص. احترموا نفسيكم واحترموا البيت اللي انتوا عايشين فيه. معلش معلش نجلاء، سيبك منه، سيبك، ده اخويا من زمان قوي، انا واخد عليه، بعرف اقنعه ازاي لما يزعل وبعرف برضه ازعله ازاي. ركزي بقى كده معايا. ها التطورات ايه دلوقتي؟ الموقع بعت لنا كل بياناته وبعت لنا رقم تليفونه. والمفروض ان احنا نكلمه في اقرب وقت عشان نحدد ميعاد الزياره. طبعا في اقرب وقت، او انا مش مستعجله يعني يا نجلاء، هو براحته يعني. مش مستعجله زي ما احنا تقال. بس يا نجلاء لو سمحتي، خير البر عاجله يا نجلاء، حاولي تستعجلي. يخرب بيتك اللي انت بتهببه ده على الصبح، يا ناقصك انت كمان. يا دولا، ده ورق البرد يا عم، لقيته كده ومكرمش، فقلت بقى اكوي بالمكوى بقى. مش فكره بردك يا دولا؟ فكره ولا شيل المكوى، يلا شيل المكوى، ما انت كده هتحرق الورق يا غبي، يا غبي كده هتحرقه. اه يا دولا فعلا، انا في 10 ورقات قبل كده ونتحرقوا مني، بس انا قلت ايه، اكيد العيب مش في الورق، العيب في المكوى، عشان كده يا دولا عملتها على الصفر وبقالي ساعه. شيل المكوى ده انت اللي هتخليني ابتدي من الصفر تاني. منك لله، ومغرق المكتب ومغرق. اعمل لك ايه؟ ولا العشر ورقات اللي انت حرقتهم دول عليك يعني، دول هيتخصموا منك، زائد هيتخصم منك اسبوعين كمان. ايه الظلم ده يا عم، ايه الظلم ده يا عم بقى؟ ده المكوى دول اللي حرقتهم مش انا يا عم. بقول لك ايه، انا مش عايز صوت عالي، انا كفايه اللي انا فيه، كفايه العكننه اللي انا فيها. ايه يا دولا مالك يا عم، احكي لي. انت شكلك كده وانا دولا شايد جاي من البيت، شايد زي الورق اللي انا لسه حاروق دلوقتي. الورق اللي اتخصم منك، وبص مخصوم منك شهر كمان. يا دولا بقى يا عم، ما احنا ياما بيتخصم مننا. احكي لي بقى يا دولا مالك بقى، انت دايما تفضفض لي يا عم. سناء اختي يا سيدي جالها عريس على النت. طب وليه ما جالهاش على البيت؟ خليني اتكلم معاك. ايه اللي بيخليني اتكلم معاك؟ نجلاء يا سيدي خدت البيانات بتاعت سناء وحطتها على الكمبيوتر وبعتتها على موقع بتاع جواز، الموقع بتاع الجواز رد على الموقع بتاع نجلاء، والموقع ده حدد عريس معين عشان سناء تتجوزه من خلال الكمبيوتر. تخيل. دولا طب يعني انت دلوقتي يعني زعلان من سناء ولا من نجلاء ولا من الكمبيوتر ولا من العريس ولا مني؟ لا يا رمزي، انا زعلان من نفسي ان انا قاعد بتكلم مع واحد زيك. ايه ده، ريحة شياط، ايه الريحة دي؟ نسيت المكوى يا دولا، نسيت المكوى على الواقع، نسيت المكوى على الواقع. يا جماعه الموضوع دخل في الجد، دبروني هعمل ايه مع عادل؟ اخوكي برضو يا سناء ويهم مصلحتك يا حبيبتي. وما تنسوش برضو ان احنا كلمنا العريس وخد العنوان وهيجي بكره. لا بس احنا بقى غلطانين وتسرعنا جدا، احنا ندي الراجل ده ميعاد قبل ما نقول لعادل.
معلش يا مامي، اللي حصل حصل، لما يجي عادل هنقنعه بالذوق والسياسه. اوكي احنا يا جماعه لا تسرعنا ولا حملنا حاجه غلط. ايوه ايوه، انتوا مش عارفين يعني ايه بالنسبه لي عريس. معلش احنا معانا كلنا معانا. اهو بابا جه، اهو هو اللي ياخد لي حقي. حقك ايه؟ ايه اللي حصل يا ياسمين؟ مش عارفه العب جيمز على اللابتوب بالساعتين بتوعي. ليه انت مش عارفه مواعيدك من الساعه كام للساعه كام؟ لا عارفه، بس هم طول اليوم مشغلين موقع الجواز. بنت عيب كده، احترمي نفسك. العيب مش على البنت، العيب على الكبار اللي بيعملوا كده قدامها. مش بعيد خالص ان انا الاقيها بعت بياناتها هي كمان لموقع الجواز. انا مش عارفه يا عادل، مش عارفه انت ليه فجاه كده بقيت في منتهى الحساسيه يعني. وبعدين ده في الاول والاخر اسمه عريس. الجواز يا هانم ليه اصوله مش مواقعه ايميلاته. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه انك لغايه دلوقتي مش حاسس ان احنا في عصر السرعه والفضاء والانترنت؟ قصدك يعني ان انا متخلف عن العصر يعني ولا ايه؟ لا يا بيبي لا يا حبيبي سناء، مش قصدها كده خالص، انت فهمت غلط. انت اخوها والبركه فيك، وان شاء الله بقى عايزينك معانا بكره والعريس جاي. الله 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 الله، انتوا كمان حددتوا ميعاد مع العريس وانا قاعد في البيت هنا ايه؟ كيس جوافه؟ لا يا حبيبي، انت عندنا احسن من فواكه الدنيا كلها. وبعدين يعني اللي مطلوب منك انك تقعد معاه وتسمعه وتشوفه بيتكلم ازاي عشان تقدر تحكم عليه. انا خلاص حكمت عليه، ده عريس فاشل وانا مش موافق عليه. ليه بس يا ابي؟ مش يمكن يطلع ابن حلال؟ يطلع ابن حلال منين؟ عن طريق النت جايله يبقى ابن حلال. امال لو ابن حرام يبقى شكله ايه؟ بصوا الجوازه دي انا مش موافق عليها، والعريس ده ما يخشش البيت ده هنا. وبعدين بقى في العريس بتاع النت ده ايه اللي اخره؟ اكيد بقى المواقع زحمه ولا حاجه. طول بالك يا عادل، الغايب حجته معاه. وبعدين هو قال انه جاي على العشاء. انا اللي قلقني بقى موضوع العشاء ده، شكله كده يا ماما داخل على طمع. اهو جه، اكيد هو اللي بيضرب الجرس. العريس جه، العريس جه، افتح افتح افتح. اهبطي اهبطي اهبطي، مش عايزين الدلقه السوداء اللي انت هتتلاقيها على العريس ده. انا هروح افتح له، وانا عايزك بقى تعملي ايه؟ هتطلعي له ماشي بعد شويه، يعني مش اول ما يجي تقوم طالع على طول، ولازم الكلام يبقى حساب، ودايما مناخيرك لفوق ومفيش دلقه وبتتكلمي بالراحه وكده يعني. ها انت هتفضل تنصح فيا وتقولي نشط 24 ساعه لغايه ما يزهق ويطفش من على الباب. اتكل على الله، يلا خش جوه. انا ايه اللي خلاني وافقت على العريس المهبب ده؟ معلش معلش معلش، وبلاش راس اللي انت عاملاها لي دي. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، قصدك يعني منزل اخت الاستاذ عادل؟ بالظبط. اتفضل. شكرا. يا استاذ كده متجه للمطبخ من هنا. اتفضل. انا اسف جدا، انا اسف جدا. اتفضل. يعني مش عارف انا اشكر حضرتك ازاي. اتفضل يا استاذ. اتفضل. انا اسف جدا. اتفضل. شكرا. ولا يهمك ولا يهمك. القلة وقعت؟ القلة، ايوه. اسف انا اسف جدا. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا، منور. اعرفك بنفسي، انا زكي الشواف دوت كوم. دوت كوم. اهلا وسهلا يا استاذ زكي، اهلا وسهلا حضرتك، منور يعني. الله يخليك. مرحبا يا استاذ زكي. الله يحبيكي، الله يحبيكي. اه كفايه القلة اللي اتكسرت يعني. استاذ عادل، هي العروسة موجودة معانا هنا؟ لا حضرتك، دي مامة العروسة ومامتي في نفس الوقت يعني. اهلا اهلا يا حماتي. استاذ عادل، ممكن تاخد الكرتونة دي؟ يعني فيها حاجة كده على قد ورثه. حضرتك جايب لنا ايه يعني؟ كرتونة بيض؟ لا لا، ده الكيبورد، لوحة مفاتيح يعني. يا سلام، جايب هدية في أول زيارة، لوحة مفاتيح. يعني في الشبكة هتجيب لها ايه بقى؟ هتجيب لها ماوس؟ مساء الخير. مساء النور. وعادي عادي يا سناء، عادي. اهلا 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 يا استاذ. اقعد 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 حضرتك. اهلا يا استاذ سناء. اهلا بيك، منور بيتي يا استاذ شواف. اهلا وسهلا حضرتك. بقى افهم يعني حضرتك بتشتغل ايه ان شاء الله يا استاذ شواف؟ والله يا استاذ عادل، مشكله البطاله في البلد دي بقت شيء فظيع فظيع فظيع. يعني افهم من كده ان حضرتك بتشتغل قطاع خاص يعني؟ لا يا استاذ عادل، انت عارف ان القطاع الخاص محتاج ياس مال كبير كبير كبير. ياس مال وكبير. يعني حضرتك لا قطاع عام ولا قطاع خاص، امال ايه يعني؟ قطاع الانتاج. يا على دمك السكر يا استاذ عادل. لا بصراحه يعني تقدر تقول ان انا
ببني نفسي بنفسي. بتبني نفسك بنفسك؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهم، يعني حضرتك بتشتغل ايه؟ بصياحه يا استاذ عادل وبكل صياحه، انا خالي شغل. خالك شغل وعمي عاطل. حضرتك بعيدا عن خفه الظل اللي واضح انك بتتسم بيها يعني، وتقول حاجات وتضحك عليها لوحدك يعني، انا يعني مصدر دخلك ايه يا استاذ؟ ماما قصدي يعني المعاش بتاع ماما احنا عايشين عليه، وربك ما بينساش حد من غير عشاء. وقصده يعني ان ربك يعني ان شاء الله هيسهل له ويلاقي الشغل ان شاء الله وهتتعدل. بقول لك ايه، انت هتدافع عنه من اولها. طب يا استاذ حضرتك عندك شقه ولا ايه ظروفك؟ الشقه حلوه وجميله بصراحه، يعني شقه تيضيوح. اقعد بس اقعد والنبي عشان ما تخبط لناش الشقه. حضرتك انت بتبص على الشقه بتاعتنا؟ لا انا بكلمك انت نفسك، عندك شقه؟ بصراحه يا استاذ عادل وبكل صياحه، مشكله السكن بقت حاجه قميئه قميئه قميئه، يعني انا وماما قاعدين في اوضه واحده وبالايجار كمان. يا عيني يا اخويا. امال انت حضرتك يعني ناوي تتجوز فين ان شاء الله؟ انا شايف ان الشقه جميله صياحه كده، الشقه دي يد جوح. اقعد اقعد اقعد، يعني حضرتك طمعان انك انت تسكن معانا في الشقه هنا؟ دي حاجه جميله قوي. اتفضلي يا ست اتفضلي. عموما انا مش عارف اقول لك ايه يا استاذ زكي، بس كل اللي اقدر اقوله لك فرصه سعيده جدا، واتفضل حضرتك. يا استاذ عادل، طب دلوقتي انا يعني عايز اعرف استاذ عادل ده ماشي تبع يعني هكون نزلت في البلكونه. تعالى يا استاذ. اتفضل يا استاذ عادل. اي طب يعني انا هاخد الياض دي امتى؟ لا حضرتك هتاخد الكيبورد اللي انت جبته. جايب كيبورد؟ ده استعمال طبيب ما مشيش كتير. اتفضل حضرتك. شكرين قوي. طب يعني مش هتديني ياض دلوقتي؟ لا ياض هفكر وبعدين ياض عليك. ماشي يا استاذ عادل. اتفضل يا سيدي. ماشي انا مشي ذوقك معايا. ده ايه ده مش وقع على السلم؟ ده اكيد حد ضربه بخنجر ولا حاجه. الحمد لله خلصنا منه. انا شايفه انك كنت قاسي عليه وجرحت احساسه. احساس ايه يا ام احساس؟ هو ده عريس؟ ده واحد لا عنده شقه ولا عنده شبكه ولا عنده فلوس ولا عنده وظيفه، ارضلك ازاي بحاجه زي كده يا ماما؟ بصي من الاخر وزي ما بقول لكم اهو، الجوازه دي لا يمكن تتم ابدا يا سناء. بقى كده يا عادل؟ طيب انا هتصيف معاك. تفتكر يا رمزي اني ظلمت سناء اختي؟ لا يا دولا، انت كده ظلمتني انا. انت تعملي فيها عبد الحليم؟ ظلمتك في ايه يا دولا حبيبي؟ مش انا كنت اولى بنقنق ديا من المقشفر دون وانا وهو مقشفرين اهو. يا سلام. بص يا رمزي انتوا الاثنين زي بعض زباله. السلام عليكم. ازيك يا عادل؟ ازيك يا رمزي؟ اهلا اهلا اهلا. عادي يا سناء عادي. عادل انا قلت اجي هنا واقعد معاك واتكلم معاك بهدوء. بص يا سناء يا حبيبتي، يعني انا شايف مصلحتك صراحه اكتر ما انت شايفاها بجد يا سناء. انت شايف يا عادل ان مصلحتي انك تكسر قلبي يا عادل وتهد سعادتي؟ من غير بس ما تقعدي تتعمل والحاجات دي خالص. انا شايف مصلحتك. شواف ايه يا سناء؟ شواف ايه ده؟ ما بيشوفش يا ماما. ما انت عارف يا عادل، ما لقيت النت عميه ده كسر نص البيت، يعني كان فاضل يبقى ايه كمان عشان تتاكدي انها عميه. عادل خلاص انا خدت لك ميعاد منه وهو جاي حالا دلوقتي هنا. جاي فين؟ هنا. ازاي يا سناء؟ اذا كان في البيت وكسر فازه ولحقته قبل ما يكسر الترابيزه ويكسر بقيه العفش، هيجي هنا في البازار؟ البازار كله تفاصيل صغيره يا ماما. وحياه سناء عندي لو كسر حاجه لا كسر دماغه. تكسر دماغ مين؟ الهي ربنا يكسر قلبك، دي مسائل عائليه ما تدخلش بيني وبين اخويا. يا ساتي يا ساتي. اثبت مكانك اثبت مكانك. ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا اهلا. على فكره مش هو عادل، انا عادل. ايه ده؟ وما سلمت على مين؟ انا الاستاذ رمزي. رمزي؟ انا سامع صوت الاستاذة سناء هنا. ازيك؟ يا سلام، اشمعنى دي يعني اللي سمعت صوتها وشفتها؟ الحمد لله انا كويسه يا استاذ شواف، وانت عامل ايه؟ انا كويس قوي 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 قوي.
ايه الكرتون اللي انا عايش فيه؟ ولا رمز ولا انت يا عم، انت يا عم اللي بتلعبه انت، ولا دول. روح هات حاجه ساقعه للاستاذ. إيه مفيش مشاريب يا عم، من ساعه ما دخل الزفت دون ومفيش مشاريب، الميه قطعت. ميه قطعت. اتفضل يا استاذ اقعد، اتفضل روح هات له حاجه ياكلها، روح هات له حاجه ياكلها. شكرا يا استاذ عادل، انا مش جاي اكل ولا اشرب، انا جاي اتفاهم معاك في موضوع، لان الموضوع بتاعي ظاهر فيه حاجه جديده. مش انا قلت لك يا عادل اصبر عليه شويه. اصبر انت عليا لغايه اما افهم منه. حضرتك يا استاذ شواف شفت شقه ولا ما شفتش؟ مش كده بالظبط، يعني بلاش الشقه، هل مثلا حضرتك شفت شغلانه من خلالها تقدر تقبض وتقدر تصرف على نفسك وتدفع ايجار شقه جديده مثلا ولا حاجه؟ لا الموضوع ما وصلش للدرجان دي. للدرجان دي؟ اه يا دوله، يبقى هو بقى شاف مشتري للشقه بتاعتك علشان يبيعها وتبقى مقشفر زيه. اخلص انت، اخلص انت، انا حلاقيه منك ولا من القرشانات اللي في البيت. خلاص خلاص خلاص، قول لنا بقى استاذ شواف هي فزوره، ما تقول ايه الجديد اللي عندك؟ اصل انا حكيت الموضوع لماما فهي قلبها يا وقلبها حنه وخايفه على فيائي. انت عارف بقى قلب الام يا استاذ عادل. ايوه يعني والدتك قالت لك تجيب سناء بعد ما تتجوزها وتقعدوا عندها في الاوضه اللي انتم مأجرينها؟ بالعكس، اصل ماما موسية. ماما لا بس انت كروتني. ماما ايه؟ ماما موسية. موسية؟ ايوه. اتفضل تقعد معانا ومع حضرتك في الشقه، ولازم احترم رغبتها، انت عارف قلب الام بقى. ام مين وقلب مين؟ ماما ايه؟ ماما موسية. بقول لك ايه يا ننوس عين ماما، الشقه بتاعتنا مش ناقصه، روح انت اقعد جنب ماما. والله يا نقنو انا قلبي ما كانش مطمن من ساعه لما الراجل ده دخل البازار، وانا الفرع على فكره بيلعب في حبي قوي يا جماعه. على فكره يا جماعه ليه ده كله؟ ده احنا هنبقى قشيه واحده ولا ايه يا استاذ سليم؟ ما تجيبش سيره اسمي على لسانك، ما تنطش اسمي. إلهي كسرت قلبي، إلهي تتشل في ايدك ورجليك الاربعه مع بعض. ليه يا رحماي؟ بقول لك ايه، انت مش فاهم ولا ايه؟ قالت لك إلهي تتشل، عايز ايه اكتر من كده؟ دعيت عليك، اتكل على الله بقى يا عم، يلا اتكل على الله. غور، خد يا رمز، اتكل على الله. غور ده غبي قوي، غبي قوي. تاكدوا بقى وبصياحه وبكل صياحه ان انتم خشيتم فرصه ذهبيه. ذهبيه مين ده؟ انت مش محصل فرص وقشره، ده انت مش محصل حديد ظهر. مين دي اللي خسرت؟ ده انت خلاص يا نقنو، خلاص يلا يلا يلا، خلاص يا نقنو، خلاص يلا. انت مين؟ انا واحد سحبك. يلا السحب بتنفع، والنعمة انتوا خصيانين، انتوا خصيانين. خليك يا نقنو يا حبيبتي، خليك يا نقنو يا حبيبتي. خلاص خلاص اهدي يا سناء، اهدي اهو، الحمد لله ربنا كشفهولنا اهو من بدري. يا 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 يعني هي جت على الريه بس، ده الريه والعين والغين وكله يا ماما. الحمد لله ماشي. نقنق حبيبتي اظن بقى دلوقتي انت اتاكدتي ان اولى من الغريب، صح؟ ده انا عنس، ده انا يملحوني زي السردين جوه الصفايح. شوف قبل ما ولو انيش اتجوزك. ايه ده يعني موافقه؟ الحمد لله يا رب. يلا بقى يا جماعه نقرا الفاتحه.